في فم دابا البعويد داك صغيور دابا ولا موجود وتفاح حتى هو. نعطيكم واحد الطريقه نوليو نعسلو بها التفاح والبعويد يبقى عندنا بحال هكا الا درنا شي ضيافه ديال الدجاج ولا والديداتنا كيجي زوين. المهم كنشدو البعويد ياك ما كنزبغشي انا لا 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 تبارك الله غدا مزيان لا لا مزيانه حياه تفضل ربي يخليك. كنشدو البعويد كان بحال كنقشرو جهه ونخليو جهه وبقاو غاديين. كنشدو واحد الكاسونه كنديرو فيها واحد ليطرو ديال الماء وثلاثة المعالق ديال السنيده حتى يغلاو ونسمو داك الماء باديان ولا عود القرفه ولا ونخليه يغلى حتى يبدا يعقد. كنخشي وكنديرو فيها داك البعويده اختي سناء صافي كنخليوه يطيب فيه. مره تنخشيو فيه الموس ملي بان طاب صافي كنطفيو البوطه وكنغطيه بواحد بابيي سيفيغيزي وكنخليوه حتى للغد. نفس الطريقه اختي سناء بالنسبه للتفاح ولكن التفاح كنزيدو عليه واحد جوج حبات ديال القرنفل. ايه كيجيو نسمو زوينين وكنشدو واحد القرعه كنعقموها وكنديروها في الثلاجه وقت ما درنا بحال هكا اللحم بغينا نذوقو يكون عندنا واجد واجد كنهزو ونذوقو به التفاح والبعويد لوز كونكاسي ولا جلان بيض بحال هكا ونذوقو به الطبق ديالنا. فعلا كيجي مميز الطبق مميز ربي يخليك اختي سناء.